حكام بكره. خليني اقول لكم بقى شويه اخبار يعني سريعه جدا قبل ما استقبل كباتننا. النهارده الاهلي كان بيواجه الاسماعيلي تحت 7 او تحت 20 سنه او كان 21 سنه يعني شباب الاهلي. يا سيدي مش مشكله يعني كلها اخبار مش هتفرق قوي يعني بعدي لكم حاجات عدوا لي حاجات. طيب ده محمد عبد المنعم واحد من العناصر المميزه وده كريم يحيى اللي هيبقى ليهم ان شاء الله الرحمن مستقبل كويس باذن الله. يوسف علاء واحد من الناس الكويسه قوي كانت طالعه مع رمضان صبحي وكانت طالعه ده وكانت طالعه كمان مع المجموعه ككل. يوسف علاء لعيب كويس بس عايز يشتغل شويه على نفسه وما يستسلمش لحاجه. الامكانيات موجوده والقدرات موجوده لكن ما حدش بيستنى حد، ما حدش بيصبر على حد. ده الهدف الاول عن طريق هشام شعبان احرز هدف جميل جدا في بدايه اللقاء تحديدا في الدقيقه 28 وبعد كده يعني قدر يوسف علاء من ضربه جزاء برده كان متسبب فيها هشام شعبان لان هو كان عنصر مهم قوي النهارده. ما جابش هدفين، جاب هدف واحد لكن كان متسبب لركلتين جزاء. ده يوسف علاء لعيب كويس قوي زي ما قلت له او بقول لكم وانا بقول له رساله ليه هو يعني ممكن تتاخر في الوصول لكن هتوصل مش مشكله، النتيجه ان انت توصل. جيت متاخر صحيح لكن احسن ان انت ما توصلش خالص او ما تروحش خالص او ما توصلش بشكل قاطع يعني. هتوصل لان امكانياتك كويسه وقدراتك كويسه وشخصيتك كمان كويسه. فان شاء الله الرحمن يبقى له دور كويس. بقيه الاهداف هشام شعبان قلت لكم في الدقيقه 28 وكان احرز يوسف علاء هدفين للنادي الاهلي. ويوسف الجبالي المنتقل من الشمس للاهلي النهارده او السنه دي جاب الهدف الرابع وكان مصطفى بدري المنتقل من اسوان للاهلي كان جاب الهدف الخامس. المباراه شهدت في الشوط الاول هدفين لهدف لكن تغييرات عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب للنادي الاهلي كان له كلمه كبيره جدا جدا في ترقيح في ترجيح كفه الاهلي في الشوط الثاني. ما تنسوش ان الاسماعيلي كان دافع ببعض العناصر الفريق الاول زي عمر الوحش وكتير